لا تغرنك الشعارات الزائفة لهؤلاء الخوارج نريد الإصلاح، إنما يريدون الدنيا بشعار الإصلاح. لذلك ذكر الآجري وغيره قال إن شعار الخوارج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما يأتونك يقولون لك نريد الخروج وعدم السمع والطاعة، لا، نريد إصلاح المجتمع، نريد الأمر بالمعروف، نريد إزالة المنكر، هذا شعارهم من القديم. خوارج الذين خرجوا على علي كانوا يصيحون يقولون لا حكم إلا لله. ومن الفوائد التي ذكرها أهل العلم في حديث ذي الخويصرة، ما عارض النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأجل ماذا؟ الدنيا. فهذا هو المحك والمقصد عند خوارج أو الخوارج القدامى والمعاصرين، يريدون الدنيا، يريدون الأموال، يريدون المناصب، فيخرجون على ولاة الأمر. هذا هو ديدنهم وهذا هو دينهم. لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل همهم كما قلنا في أهل الإسلام.